بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحب بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الديجيتال آي سي ديزاين. النهاردة هيكون معنا محاضرة إن شاء الله سهلة وشيقة، هنتكلم فيها على سبايس. نفكركم الأول كده بحاجة كنا قلناها في الانترودكشن بتاعت الكورس، إن إحنا من الحاجات اللي بتساعدنا إن إحنا نعمل ديزاين كومبلكس سيستمز إن إحنا نستعمل كاد تولز. كاد يعني كمبيوتر إيدد ديزاين، وإحنا عندنا كده تيرم بنستعمله خاصة في الفيلد بتاعنا اسمه الإي دي إيه، اللي هو الإلكترونيك ديزاين أوتوميشن. كاد تولز دي بنساعدنا إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نعمل كل حاجة تقريبا، كل حاجة بنعملها، سواء بقى من أول الراجل بتاع البروسيس اللي تحت اللي بيصنع الديفايسز لحد الراجل اللي بيعمل السيستمز، كل دول بيستعملوا ديفرنت تايبس أوف كاد تولز. طب إحنا في الكورس بتاعنا التركيز بتاعنا هيكون ايه؟ التركيز بتاعنا في الحقيقه الرئيسي ان احنا بنعمل كاستم ديجيتال ديزاين، والكاستم ديجيتال ديزاين ده قريب في الحقيقه من الانالوج ديزاين. ليه؟ لان انت بتعمل ديزاين للسيركت بتاعتك على الترانزستور ليفل. طبعا الفرق ان انت في الايه في الديجيتال عندك 0 وعندك 1 وبتركز على الايه على الديلي وعلى الباور كونسامشن، اما الناس بقى بتوع الانالوج فعندهم بقى مشكله اعمق بكتير، عندهم ديستورشن ولينياريتي وجين ونويز وحاجات تانية كتير بيفكروا فيها وهم بيعملوا ديزاين السيركتس بتاعتهم. فبالنسبه لنا احنا نستعمل الكاد تولز هنعمل ايه؟ هنعمل ديزاين انتري، ندخل الديزاين بتاعنا وفور اكزامبل في صوره سكيماتيك بترسمها، تعمل سيميليشن، تعمل لاي اوت، تعمل اكستراكشن. اكستراكشن يعني تاخد السيركت بعد ما رسمت لها اللاي اوت تحولها تاني لايه؟ تحولها تاني لسكيماتيك او نت ليست. تعمل فيريفيكيشن انك تقارن اللاي اوت بالسكيماتيك، بنسميه ال في اس، لاي اوت فيرسس سكيماتيك تشيك. وتعمل دي ار سي اللي هو ديزاين رول تشيك، زي ما خدنا مع بعض كده في محاضره الايه، في محاضره اللاي اوت. برده هنتعرض برده احيانا اللي بنسميه سيمي كاستم ديجيتال ديزاين فلو، ده كده بنسميه الفول كاستم. فول كاستم ديزاين فلو انك بتعمل ديزاين بايدك على الترانزستور ليفل. السيمي كاستم فلو بقى اللي انت بتعمل ايه؟ ان انت بتستعمل الاوتوميشن تولز اللي بتعمل لك اوتوميتد سينثس واوتوميتد بليس اند راوت. انت بتكتب ايه؟ بتكتب بقى الديسكريبشن بتاعك ات ا هاير ليفل اوف ابستراكشن عن طريق اتش دي ال اللي هي الهاردوير ديسكريبشن لانجويج زي الفي اتش دي ال وزي الفيري لوج. بتعمل بقى تايمينج سيميليشن، مش بتعمل سيركت سيميليشن، لا بتعمل تايمينج سيميليشن عن طريق سيميليتور زي مثلا موديل سيم. وبتروح بقى تعمل اوتوماتيك سينثس اوتوماتيك بليس اند راوت، وبرده بتستعمل فيريفيكيشن تولز. فنرجع تاني بقى نتكلم على ايه؟ زي ما قلنا على السيركت بقى سيميليتورز اللي احنا هنحتاجها واحنا بنعمل كاستم ديجيتال ديزاين. السيركت سيميليتورز في الحقيقه لو بصينا كده عليها من ناحيه التاريخيه فهي عمرها مش طويل قوي، هي بدات في الستينات والسبعينات. قبلها طبعا كان في الكترونكس، خد بالك ان الكترونكس ده فيلد قديم، أقدم بكتير من الاي سي، وأقدم بكتير من الايه، وأقدم بكتير من الترانزستور، عمره اكتر من 100 سنه. طب وقتها كانوا بيعملوا ايه؟ كان كل حاجه بيتعملها يا اما هاند اناليسس، يا اما بيعملوا سيمبل ايه، يا اما بيعملوا سيمبل بروتوتايبس. ما كانش حد اصلا بيفكر خالص في فكره السيميليتور، اصلا ما كانش فيه كمبيوتر اصلا، غير ما كانش فيه كمبيوتر الدنيا ما كانتش مستاهله ان انت تعمل ايه، ان انت تعمل سيميليتور. فحتى بعد لما بقى فيه كمبيوتر الناس برضو قعدت شويه لحد لما تحس ان هي محتاجه للسيميليتور. امتى الناس حست باحتياجها للسيميليتور؟ مع ظهور بقى عصر الايه، الانتجريتد سيركتس والفي ال اس اي. ليه؟ وقتها عدد الترانزستورز بقى كبير قوي، فمستحيل انك تعمل بروتوتايبس وتجربها كده على بريد بورد او على بي سي بي، بقت حاجه مستحيله طبعا. وعمليه الفابريكيشن نفسها بتاعت الاي سيز عمليه بقت مكلفه جدا وبتاخد وقت ايه، بتاخد وقت طويل جدا، فبالتالي ما بقاش عندك طاقه انك تستحمل الايرورز اللي ممكن تحصل اثناء عمليه الديزاين. فعايز تفيريفاي الاول قبل ما تصنع الدايره ان الدايره دي هتشتغل صح. عشان تعمل الفيريفيكيشن ده بتروح تستعمل بقى سيركت ايه، تروح تستعمل سيركت سيميليتور. فمع ان الديزاينز بقى فيها عدد اكبر من الترانزستورز وبقت مور كومبليكيتد، ومع ان الايه فابريكيشن بتاعنا بقى اكسبنسيف وبقى ديفيكلت وبقى صعب ان انا اعمل بروتوتايبس، الناس حاسه بقى ان محتاجه سيركت سيميليتورز. وزي اي حاجه برضو في الدنيا الموضوع كان بيبدا بريسيرش في الجامعات، وبعد ما الريسيرش في الجامعات ده ماتيور يبدا يتحول الى برودكتس في الايه، الى برودكتس في الاندستري. فبالنسبة للسيركت سيميليترز احد بقى اهم سيركت سيميليترز، او ممكن تقول ان هو اهمهم في الحقيقة بلا منازع، هو سبايس. سبايس في الحقيقة دي مش كلمة، دي اختصار لجملة. الجملة دي هي ايه؟ هي simulation program with integrated circuit emphasis. وتلاحظ طبعا من الاسم ده ان هو اتعامل خصيصا اصلا عشان ايه؟ اتعامل خصيصا زي ما قلنا عشان الانتجريتد سيركتس. الناس اللي كانت بتشتغل على بي سي بيز ما كانتش وقتها حاسه باهميه السيميليشن، بيقول لك لو انت عايز تشوف هتشتغل ازاي روح اعملها وجربها وقيسها في المعمل وخلاص. لكن طبعا دلوقتي بقى السيميليترز بيستعمل في كل حاجه، سواء بتتكلم على اي سيز او سواء بتتكلم على بي سي بيز. مين اللي عمل سبايس؟ اللي عمل سبايس في الحقيقه كان
مجموعة من الطلبة، كانوا في كلاس بروجكت في بيركلي، يعني بياخدوا كورس كده زي الكورس اللي انت بتسمعه، بس الكورس بقى بيتكلم على الايه، على الكاد، على الكمبيوتر ايدي ديزاين. والدكتور طلب منهم بروجكت ان هم يعملوا ايه، ان هم يعملوا سيميليتر. فعملوا السيميليتر، وفي الاول سموه اسم كده يعني ايه مش لطيف قوي، سموه كانسر في الحقيقة، ونشروا عليه كده بيفر. طبعا بعدها بقى قالوا واحد من الطلبه عجبه الموضوع وقال انا عايز اكمل فيه ماسترز وعايز اكمل فيه بي اتش دي، فمسك بقى الموضوع ده وبدا يطور فيه لحد لما وصل ايه لسيميليتر فعلا يقدر ان هو ينشره والناس تستعمله بطريقه افيشنت وروبست. بس طبعا غيروا الاسم بتاعه بقى، بدل كانسر سموه ايه، سموه سبايس. فكانت اول فيرجن من سبايس سنة 72، بعد كده كان في فيرجن تانية سبايس 2 سنة 75، وبعد كده في الثمانينات نشروا اخر فيرجن من سبايس اللي هي سبايس 3، وبعد كده الديفلوبمنت توقف في سبايس. سبايس 3 كان مكتوب بالسي، كان قريب من سبايس 2 لكن كان احسن منه من ناحية البروجرامينج، يعني من ناحية الصنعة بتاعت البروجرامينج كان احسن بكتير من سبايس 2. وليه بقى سبايس توقف بعد كده ما بقاش فيه سبايس 4 وسبايس 5؟ لان وقتها بقى الفيلد بتاع الاي دي اي وصل لمرحله النضج بتاعته، وفي شركات بقى خدت سبايس 3 ده وبدات تبني عليه كوميرشال برودكتس، وبدات الاندستري بتاعت الاي دي اي تتكون في الثمانينات. فالموضوع توقف بقى عن كونه ان هو يكون ريسيرش في جامعه، تحول الى برودكتس في الايه، الى برودكتس في الاندستري. فسبايس اللي هو السيميليتور بتاع مجموعه الطلبه ده هو في الحقيقه اللي عمل انسبيريشن لكل الكوميرشال سيميليتورز اللي احنا بنستعملها دلوقتي. ف اتش سبايس اللي هو السيميليتور بتاع سينوبسيس اللي هو يعتبر الجولد ستاندرد فور سيركت سيميليشن، ده كان بيزد على سبايس بتاع بيركلي. كان الاول عاملها شركه اسمها ميتا سوفت وير، بعد كده اشترتها شركه اسمها افانتي، وبعد كده سينوبسيس اشترتها، فبقى حاليا ملك الايه، ملك شركه سينوبسيس. برضو في احد السبايس فيرجنز شهيره جدا اسمها بي سبايس، مشهورة برضو باسم أوركاد، أوركاد بي سبايس، ده كان شركة اسمها مايكروسيم، وبعد كده كيدنس اشترتها. وبي سبايس ده كان مميز ان هو كان اول فيرجن من سبايس تشتغل على البي سي، اول كان شغال على البي سي اندر ويندوز، ده كان اول فيرجن. بقيت الفيرجنز كانت بتشتغل على اللينكس، وبرضو كان في منه فري ليميتد فيرجن للستودنتس. في برضو فيرجن شهيرة من سبايس اسمها ال تي سبايس، دي بتاعت شركه اسمها لينير تكنولوجي، دي اصلا شركه بتعمل سيركتس، بتعمل اي سيز، بتعمل تشيبس، شركه مشهوره وكبيره. كنا عاملين السيميليتر ده، خدوا سبايس وعدلوا فيه شويه وبقى الايه السيميليتر اللي هم بيستعملوه جوه الشركه، بعد كده خلوه افيلبل لاي حد عايز يستعمله. لينير دي اشترتها شركه انالوج ديفايسز، برضو احد الشركات الكبيره في عالم الانالوج والميكسد سيجنال اي سي ديزاين. السيميليتر بتاع منتور جرافيكس اللي هو اسمه إلدو برضو انسبايرد بي سبايس. في بقى اوبن سورس بروجكت ده مكمل بقى على سبايس وبيطور فيه، اسمه ان جي سبايس، ده السورس كود بتاعه افيلبل لاي حد عايز ياخده. وبرضو السيميليتر بتاع كيدنس اللي هو اسمه سبكتر برضو كان انفلونسد بي سبايس. فزي ما احنا شايفين سبايس هو ايه الاب الروحي بتاع كل السيميليترز دي. اللي حاليا بيستعمل بقى في الاندستري بكثافه هم ايه، هم اتش سبايس بتاع سينوبسيس، وسبكتر بتاع كيدنس، والدو بتاع منتور جرافيكس. بتقدر ترقمهم كده 1 2 3، يعني اتش سبايس وسبكتر بينافسوا بعض، والدو وراهم شويه، ده في عالم الانالوج ميكسد سيجنال سيميليشن. فلو انت عندك واحد من الثلاثه دول طبعا ده يفضل تشتغل بيهم، اللي هم دول الايه الاندستري ستاندرد سيميليترز. لو انت ما عندكش روح استعمل بقى حاجه فري زي ايه، زي ال تي سبايس، ده برضو برنامج كويس ممتاز، او زي ايه، او زي اوركاد بي سبايس. ولكن زي اي حاجه في الدنيا بقى بيكون ليها ايه ميزات ويكون ليها عيوب. طبعا السيركت سيميليترز كان ليها ميزات كبيره جدا، ان هي سمحت لنا ان احنا نعمل فيريفيكيشن للسيركتس قبل ما نصنعها عمليا او نقيسها في المعمل، ولكن جت بقى بعيوب. العيوب دي هي ايه، ان هي سمحت لواحد اصلا مش فاهم السيركتس، مش فاهم اي حاجه، ان هو يقعد على السيميليتر ويقعد يجرب اي حاجه كده لحد لما اي حاجه تشتغل معاه بايلوت، اللي هو بنسميه السبايس مانكي. المفروض الرول رقم 1 لو انت بتستعمل السيميليتر ان انت دونت بي ا سبايس ايه، دونت بي ا سبايس مونكي. يعني ايه؟ يعني ما تقعدش على السيميليتر كده وتقعد تجرب اي حاجه لحد لما تشتغل معاك كده بالصدفه، لازم الاول تبقى فاهم انت بتعمل ايه، تانلايز السيركت بتاعتك، تعمل سمبليفايد هاند اناليسيس، وبعدين لما تعمل السيميليشن على سبايس تكون متوقع اصلا السيميليشن هتطلع لك ايه، ما تستناش ان السيميليتر هو اللي يقول لك الاجابه، انت عارف الاجابه بس السيميليتر بيفيريفاي الاجابه اللي انت عارفها وبيديها لك بطريقه ادق بايه، ادق من السمبليفايد هاند اناليسيس اللي انت بتعملها.
طبعا طبيعي ان انت تلاقي بقى الليز اللي جاي من السيميليشن مختلفه عن اللي انت كنت متوقعها من الهاند اناليسيس. ساعتها بقى هتقعد تعمل شويه تيونينج، بس التيونينج ده جايدد، يعني انت عارف انت بتغير ايه وبتغيره ليه وانت رايح فين، مش مجرد كده ايه، مش مجرد راندوم ترايل اند ايرور وعدد كبير من السويبس لحد لما تخبط في الايه في النقطه اللي انت عايزها باي لانك. ده الرول نمبر 1. الرول نمبر 2 بقى ما تنساش ان السيميليتر ده عباره عن كمبيوتر بروجرام، واحد اهم الرولز بتاعت الكمبيوتر بروجرامز هي جاربج ان جاربج اوت. يعني في الاخر هو البرنامج ده بينفذ اللي انت بتديه له واللي انت بتقول له عليه. لو انت اديت له حاجه ملهاش معنى هيطلع لك برده حاجه ملهاش معنى. انت كديزاينر المفروض تحكم على الاوتبوت بتاع السيميليتور، هل ده بيميك سنس ولا ده مش بيميك ايه، مش بيميك سنس. طب ايه اللي ممكن يعني ياخده غلط؟ ممكن في الحقيقه الديفايس مودلز نفسها يكون فيها مشاكل، الموديل بتاع الترانسفور بتاعك يكون فيه مشاكل فيطلع لك ريزلتس برده ملهاش ايه، ملهاش معنى. ممكن لما تيجي ترسم السكيماتيك او النت ليست بتاعتك تعمل حاجه غلط برضه يطلع لك حاجات ملهاش ايه، ملهاش معنى. ممكن الاوبشنز بتاعت السيميليتور تكون مظبوطه غلط فيطلع لك حاجات برضه ملهاش ايه، ملهاش اي معنى. الكلام ده بتحس بيه في الانالوج كمان اكتر من الديجيتال. مثلا في الانالوج بتجيب حاجه زي الديستورشن مثلا، عشان اصلا تقيس الديستورشن لازم تكون كل النون لينياريتيز اللي في السيستم معمول لها موديلنج بطريقه سليمه. فلو انت لقيت ان الديستورشن بتاعك جميل جدا، ده مش معناه ان هو هيكون جميل جدا في الحقيقه، ممكن يكون معناه ان اصلا المودلز بتاعتك مش واخده النون لينيارتي في الاعتبار بطريقه ايه، بطريقه سليمه. فلازم تعرف ايه الليميتيشنز بتاعت المودلز بتاعتك، ايه الليميتيشنز بتاعت السيميليتر، ايه الايدياليتيز او الامبرفكشنز اللي انت المفروض تحطها في النت ليست بتاعتك او في ايه، او في السكيماتيك اللي انت بترسمها. فما تنساش انت الديزاينر، الكمبيوتر مش هو الايه، مش هو الديزاينر. الكمبيوتر اللي انت بتستعمله عشان تفيريفاي السيركت بتاعتك، مش عشان يديزاين الدايره نيابه عنك. طب ايه الانبوت اللي انا بديه للسبايس بقى عشان يسيميليت الدايره بتاعتي؟ في الحقيقه الانبوت اللي بتديه للسبايس هو عباره ببساطه عن تكست فايل. تكست فايل بنسميه النت ليست. بيكون فيها النت ليست دي بيكون فيها ديسكريبشن السيركت بتاعتك عن طريق تكست. تعالى كده نبص على المثال ده ونفهم ازاي بنديسكرايب الدايره في سبايس. ده مثال على سيمبل ار سي سيركت. سيركت فيها فولتج سورس وفيها ريزيستنس وفيها كاباسيتنس. طبعا انتوا عارفين لما انا احط ستيب انبوت على السيركت دي هتاكت از فيرست اوردر فلتر، هتعمل لك اوتبوت بالشكل ده لو هيكون بيرايز باكسبوننشال تيل. طب ازاي بقى اقول السبايس على الدايره اللي انا عايز اعملها دي؟ الاول بتكتب شويه كومنتات كده بتوضح انت دايره عايز تعملها ايه، والتاريخ بتاع الديت بتاع كتابه الدايره واسمك والكلام ده كله. ده كله كومنتات، اي حاجه قبلها نجمه دي حاجه سبايس بيتجاهلها تماما وبيعتبر ان هي مش موجوده. خد بالك في الحقيقه ان سبايس في الحقيقه بيعتبر ان اول سطر عندك ده عباره عن تايتل ستيتمنت، ده العنوان بتاع الدايره بغض النظر انت حاطط جنبه نجمه او مش حاطط جنبه نجمه. فلو انت حطيت حاجه انت عايزها اصلا في الدايره في اول سطر هيتجاهلها، وده هيعني ان الدايره بتاعتك هتبقى سيميليتد بطريقه ايه، سيميليتد بطريقه غلط. طيب وبعدين بعمل ايه؟ بكتب بقى النت ليست بتاعتي. النت ليست اللي اسمها نت ليست عشان انا بعمل ليست اوف نتس، بعمل مجموعه من الايه، كل اليمنت بكتبه في سطر. يعني انا عندي في الدايره بتاعتي في 3 اليمنتس في الحقيقه، اللي هو الفولتج سورس والريزيستنس والكاباسيتنس. كل اليمنت بكتبه في سطر وبقول هو متوصل بانهي نتس، انهي نتس يعني متوصل بانهي وايرز. فالسيركت بتاعتنا دي مثلا فيها 2 وايرز، فيها واير ده تعالى نسميه في ان، خد بالك الفي ان اللي هو الواير غير الفي ان اللي هو السورس، وفيها النود دي تعالى نسميها بي اوت، وطبعا فيها الايه، وطبعا فيها الجراوند نود. فهنا بقول ان انا عندي فولتج سورس هسميه في ان، وهو واصل ما بين نقطتين، نقطه اسمها الان ونقطه اسمها الجراوند. يبقى هو كده مسمي النقطه دي ان مش مسميها في ان، تعالى كده نشطب على الفي، ومسمي النقطه دي ايه، مسمي النقطه دي اوت. وكده احسن عشان ما يبقاش في لخبطه ما بين اسم الكومبوننت وما بين اسم الايه وما بين اسم النود. طيب فالفي ان متوصله ما بين الانبوت والجراوند، نوعها ايه؟ نوعها بيس وايز لينير، وهنتكلم على الموضوع ده كمان شويه صغيرين. وبعد كده عندي هنا ريزيستنس اسمها ار 1 متوصله ما بين الان والاوت، وعندي كاباسيتنس اسمه سي 1 متوصل ما بين الاوت والايه والجراوند. بحط هنا الفاليو بتاعت الريزيستنس ب 2 كي 2 كيلو اوم، بحط هنا الفاليو بتاعت الكاباسيتنس ب 100 فيمتو فراد. وبعد كده ايه، طبعا برضو دي كلها كومنتات اللي هي جنبها النجوم دي. بعد كده بديله بقى الامر بتاع الاناليسيس اللي انا عايز اعملها. فهنا بديله امر اسمه دوت تران، واي حاجه قبليها دوت ده عباره عن كوماند انا بديه لسبايس. فدوت تران ده كوماند بيران ترانزيانت اناليسيس، بيعمل ترانزيانت سيميليشن. وبديله هنا الستيب بتاعتي، انا عايز اعمل سيميليشن بستيب بتساوي 20 بيكو سكند، وده الستوب تايم
هعمل سيميليشن لقد ايه، هعمل سيميليشن لمده 1 نانو سكند، وبعد كده بدي له امر اسمه دوت بلوت، ده امر بيرسم لي بيه الريزلتس، بقول له ارسم لي الفولت اللي عند النود اللي اسمها ان، وارسم لي الفولت اللي عند النود اللي اسمها اوت، وبتختم الايه النت ليست بتاعتك بالامر اللي هو دوت اند. طبعا هتسال نفسك طب هو عارف ازاي ان الار دي مقاومه والسي ده كاباستور والفي ده فولتج؟ في الحقيقه سبايس بيبص على اول حرف في السطر، لو اول حرف سي بيعرف ان ده كاباستور، لو اول حرف ار بيعرف ان ده ريزيستور، لو اول حرف في بيعرف ان ده ايه فولتج سورس، فكل كومبوننت يبقى مميزه عن طريق اول حرف في. اللي بعد بقى اول حرف اكتب اللي انت عايزه، عايز تكتب حروف تكتب ارقام اكتب اللي انت عايزه، سمي اي حاجه بالاسم اللي انت عايزه، المهم بس اول حرف يكون مظبوط، لان اول حرف ده هو اللي هيحدد نوع الايه، هو اللي هيحدد نوع الكومبوننت. طبعا ايام ما اخترعوا بقى ايام عملوا سبايس ده ما كانش وقتها لسه في بقى شاشات ولا الكلام ده كله، كان بيطبع الاوتبوت بتاعه ازاي وبيدخل الانبوت ازاي، كان بيقدر الاوتبوت عن طريق برينتر في الحقيقه. فالاوتبوت هو كمان كان بيروح لتكست فايل، والتكست فايل ده يطبع لك ويديك حاجه بالشكل ده، الشكل اللي احنا شايفينه ده، ده الاوتبوت اللي كان بيطلع من سبايس. ولحد دلوقتي على فكره سبايس بيسبورت نفس الاوتبوت ده، التايم الاكس اكسس هو ده كده اهو، ده كده هو التايم الاكس اكسس، ودي قيم الايه ودي القيم بتاعه الايه، دي القيم بتاعه التايم اهو اللي انتم شايفينها كده اهو. وبعدين انا عندي انبوت وعندي اوتبوت، الانبوت بتاعي اللي هو معمول بالايه بالايه ده ايه 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 ده كده الايه ده كده الانبوت، والبي بي بي ده كده هو الايه هو الاوتبوت. فالانبوت عباره عن ستيب زي ما انتم شايفين كده اهو، والاوتبوت عباره عن ار سي سيركت اهي بتعمل ايه بتعمل تشارجنج بالشكل ده. في الجزء الاولاني ده الانبوت والاوتبوت موجودين على بعض، هتلاقي مكتوب 2 2 2 2 2 2 دي معناها ايه ان الاي والبي موجودين على بعض هنا في الايه في الحته دي اللي هي قبل ما انا ابلاي الستيب انبوت بتاعي. طبعا زمان ده كان هو الاوتبوت الوحيد اللي ممكن تاخده من السيميليتور، وكان بيطبع على البرينترز اللي هي القديمه بتاعه زمان الدوت ماتريكس دي، لكن طبعا بعد كده بقى عملوا ايه عملوا جرافيكال يوزر انترفيسز، عملوا جي يو اي، تقدر عن طريق الجي يو اي دي تدخل السكيماتيك طبعا ترسمها، مش تكتبها بقى نت ليست بالشكل ده، لا ترسم السكيماتيك. وبرضو عملوا تولز اقدر اعرض فيها الايه اعرض فيها الاوتبوت بطريقه جرافيكال، فارسم بقى الويف فورمز بطريقه جرافيكال، طبعا ده احسن لي عمليه الديباجنج وان انت تانلايز الايه تانلايز السيركت بتاعتك. بس دايما خد بالك من حاجه مهمه الناس بتتلخبط فيها، ان البرنامج بتاع السيميليشن الانجن بتاع السيميليشن، يعني مثلا خدنا كيدنس كمثال، السيميليشن انجن نفسه اسمه سبكتر، سبكتر ده ما اتغيرش، هو بياخد تكست برضو وبيطلع ايه وبيطلع تكست. لو انت عايز ترسم سكيماتيك دي تول تانية خالص هي اللي بترسم السكيماتيك، وليكن اسمها فيرتوزو مثلا في حاله ايه في حاله كيدنس، فيرتوزو او فيرتوسو، فيرتوسو ده انت بترسم فيه السكيماتيك، يروح هو يحولها لنت ليست، وبعد كده ينده سبكتر ويديله الايه ويديله النت ليست دي. برضو سبكتر بيطلع الريزلتس في شكل داتابيز، داتابيز دي هي طبعا مش ماهاش سيمبل تكست فايل زي ما كان زمان، بس بصوره داتابيز كده اهو، يروح يديها بقى البرنامج تاني مثلا في الكيدنس مثلا اسمه فيبا، البرنامج ده هو اللي بياخد الداتابيز دي ويبدا يعمل بلوتنج للايه ويبدا يعمل بلوتنج للريزلتس بتاعتك. ففي الاخر حتى الان السيميليتور برضو بياخد الانبوت بتاعه في شكل ايه في شكل نت ليست، هي دي الطريقه اللي بياخد بيها الانبوت بتاعه. طبعا اكيد واحد فيكم هيسال بقى دلوقتي، واذا سال يقول لي طب احنا دلوقتي خلاص عندنا جي ايز وعندنا الكلام الجميل ده كله، ليه لحد دلوقتي محتاجين ان احنا نتعلم نت ليست؟ هل دي حاجه مهمه فعلا ولا الكلام ده خلاص كان زمان وراحت عليه؟ اعمل كده بوز لمده دقيقه وفكر ليه ممكن يكون تعلم النت ليست ده حاجه مفيده ليك كديزاينر. طبعا اهم اجابه، في اجابات كتير ممكن تجاوبها، بس اهم اجابه المفروض تقولها انت كديزاينر ان من اهم مزايا النت ليست انك بتلعب بالتكست، والديزاينر بيقدر ان هو يلعب بالتكست زي ما هو عايز عن طريق ان هو يعمل سكريبتنج. فاحيان كتير قوي بتحتاج تعمل اوتوميشن لحاجات، تحتاج تجنريت حاجات ليها سايز كبير، تفاري بارامترز وتقعد ران سيميليشنز عددها كبير، كل الكلام ده لما تستعمل نت ليست هيبقى اسهل عليك بكتير، انك هتعمل سكريبت بسيط هيوفر عليك اللي انت هتعمله على الجي اي مثلا في ساعات، هتعمله في صوره سكريبت يحولك الساعات دي الى دقائق. فبالتالي تعلم النت ليست مهم جدا للديزاينر، والديجيتال ديزاينر بقى بالذات خصيصا ان هو بيستعمل ساعات دوائر فيها عدد كبير من الترانزستورز، او بيحتاج كتير ان هو يعمل سكريبت تساعده في الايه في عمليه الديزاين، او تعمل اوتوميشن لبعض الايه لبعض التاسكس. فدي اهم ميزه ليه ان احنا نتعلم النت ليست، ان احنا نستعمل سكريبتنج لانجويجز عشان اوتوميت الايه الحاجات اللي احنا بنعملها. برضو من الحاجات المهمه البورتابيليتي، يعني ايه يعني كل واحد من الشركات اللي احنا بنتكلم عليها دي عنده جي او اي الخاصه بتاعته، فبالتالي لو انا عندي سكيماتيك مرسومه مثلا في كيدنس عشان
انقلها لسينوبسيس او انقلها للمنتور هتعب شويه في الموضوع ده، مش عارف انقلها بطريقه سهله. لكن النت ليست عمليه اي حاجه جلوبال في الحقيقه، نفس النت ليست بتاعت اتش سبايس هتلاقيها قريبه جدا جدا من النت ليست بتاعت ايه بتاعت الدو. ممكن اعدل فيها عن طريق سكريبت برضو صغير، تعمل سكريبت صغير كده يظبط بس شويه ايه شويه فاين اديت عشان يخلي النت ليست بتاعتك كومباتيبل مع التول الثانيه بطريقه سهله، فاقدر انقل التول من شخص للتاني ومن تول للتانيه ومن مكان للتاني بطريقه سهله. دي تاني ميزه. ثالث ميزه الديباجنج. يعني ايه الديباجنج؟ زي ما قلنا في الاخر السيميليتور بيتعامل مع النت ليست، هي دي الحاجه اللي هو بياخدها. فبالتالي لو السيميليتور في مره عمل معاك ايرور مثلا، هيقول لك ان في ايرور في النت ليست في السطر الفلاني، هو مش فاهم الاسكيماتيك بتاعتك اصلا، هو بس ما فهمش حاجه غير النت ليست، فيقول لك انت عندك ايرور في النت ليست في السطر الفلاني. ساعتها هتعمل ايه؟ هتضطر تروح تفتح النت ليست وتشوف في السطر الفلاني ده مكتوب فيه ايه. فلازم تكون فاهم النت ليست اصلا بتتكتب ايه، بتتكتب ازاي. لو انت بتعمل حاجه فيها فيريفيكيشن زي ال في اس والاكستراكشن، في الحقيقه التولز دي برضو بتعمل ايه، بتطلع لك نت ليست، فبرضو محتاج تبص على النت ليست دي، تبص هي بتميك سنس ولا لا، تجادج الايرور اللي جاي لك ده جاي نتيجه لايه، جاي نتيجه لانهي مشكله. فكل الكلام ده بيساعدك في الديباجنج. اخر حاجه برضو بتخلي تعلم النت ليست حاجه مهمه، ان في الحقيقه اوبشنز كتيره في السيميليتور. خد بالك زي ما قلنا السيميليتور ده تول غير الجي او اي، فاحيانا التيم اللي بيعمل السيميليتور بيحط فيه اوبشنز جديده. الناس بتوع الجي او اي بيكونوا لسه ما زودوش الاوبشنز دي في الايه، في الجي او اي. فعشان تستفيد من الاوبشنز دي والامكانيات الجديده دي لازم تكتب الايه، تكتب الكوماندز بتاعتك بصوره ايه، في صوره تكست. فترجع تاني للايه، للنت ليست بتاعتك وتزود عليها الكوماندز في صوره ايه، في صوره تكست، عشان تستفيد من الفول باور بتاعه السيميليتور لو انت محتاج اي فانكشناليتي مش موجوده في الجي او اي. فبالتالي ان احنا نتعلم بقى النت ليست ونتعلم ان احنا نكتبها دي حاجه مهمه. وزمان كانوا بيسموا النت ليست دي سبايس ديكس، والتسميه دي سببها ايه؟ سببها ان زي ما كنا نقول بقى ان سبايس ده كان زمان ايام ما كانت لسه الكمبيوترز بدائيه جدا، ما كانش فيه طبعا حاجه اسمها فلاشه ولا سي دي روم ولا حتى فلوبي ديسكس. كنت بتحط برنامج على صوره ايه، في صوره بانشد كاردز، مجموعه من الكروت كده متخرمه، والخروم اللي في الكروت دي هي الايه، هي الكود اللي انت، هي الكود اللي انت كاتبه. فبالتالي كل سطر في البرنامج عباره عن كارت، والنت ليست بتاعتك او البرنامج بتاعك عباره عن مجموعه من الايه، مجموعه من الكروت اللي هي بنسميها ديك. مجموعه الكروت هي اسمها ايه، ديك، عشان كده كانوا بيسموها سبايس ديك. فلما تروح تسلم كده المشروع بتاعك للدكتور بتسلمه مجموعه من الايه، مجموعه من الكروت. فوانت بتكتب بقى السبايس ديك بتاعتك او السبايس فايل بتاعك اكنك بالظبط بتكتب برنامج، فلازم بقى تستعمل الايه، الجود بروجرامينج براكتسز بقى وانت بتعمل البرنامج بتاعك ده. فالاول طبعا لازم تبلان انت عايز تعمل ايه، يعني ما تروحش تكتب النت ليست على طول. الاول ارسم السكيماتيك بتاعتك، سواء بقى هترسمها على ورقه او هترسمها على اي سكيماتيك اديتور قبل ما تكتب النت ليست. وعلى فكره معظم السكيماتيك اديتورز في الحقيقه بيسبورت ان انت تكسبورت النت ليست، فانت ممكن لو انت عايز، لو انت مش عايز تكتب حاجه فروم سكراتش، ترسم الاول حاجه على سكيماتيك اديتور على جي اي، وبعد كده تروح بقى من الجي اي وتقول انا عايز اعمل اكسبورت الكلام ده نت ليست، هيقوم مطلع لك الايه، هيقوم مطلع لك النت ليست تكست فايل بتاعك. تقدر انت بقى لو انت عايز تاديت فيه بعد كده تاخده على السكريبت اللي انت بتعمل بيه اوتوميشن، تدخله على السكريبت ده تعمل فيه اي اديتس انت عايزها بطريقه سهله. وطبعا ان انت موديفاي اكزيستنج نت ليست اسهل من ان انت تعمل حاجه فروم سكراتش، دايما ده هيقلل برضو عندك الايه، الاخطاء اللي انت بتعملها. وانت بتكتب بقى الايه، الكود بتاعك هو زي وانا مش كود في الحقيقه، بس يعني شبه الايه، شبه الكود. لازم تحاول تبقى از كلير از بوسيبل، تعمل هيدر زي ما اتفقنا كده، تكتب فيه اسمك والايميل والفايل ده بيعمل ايه واتكتب امتى وايه الهدف بتاعه. كل ده بيساعد انت، بيساعدك انت شخصيا لما تيجي تقرا الكلام ده بعدها بشهر او سنه او اتنين، وبيساعد اي حد من زمايلك اللي هيشتغل معاك في نفس البروجكت او لو انت هتسلم الشغل بتاعك ده لحد. وتكتب as much comments as possible، تشرح كل سطر عندك بيعمل ايه في النت ليست. وزي ما اتفقنا بقى انت مش بتعمل الكلام ده كله عشان السيميليتور هو اللي يقول لك الاجابه، مفروض انت عارف اصلا الاجابه هتبقى عامله ازاي. فالاجابه اللي انت متوقعها هتقارنها بالاكشوال ريزلتس اللي جايلك من الايه، من السيميليتور. ما تنساش ان جاربج ان جاربج اوت، لو انت دخلت للسيميليتور حاجات ما لهاش معنى برضه هيطلع لك حاجات ما لهاش معنى. ازاي بقى بننده على السيميليتور؟ ممكن السيميليتور يكون ليه جي او اي تكتب فيها النت ليست وبعد كده تران، زي مثلا بي سبايس. بي سبايس كده عنده جي او اي، ممكن تفتح ايه زي تكست اديتور كده وتكتب فيه النت ليست بتاعتك وتعمل ران، او تكتب بقى في اي ايه، اي اديتور خارجي. من احسن الاديتورز طبعا نوت باد بلس بلس،
يعني نوت باد بلس بلس يعتبر من الاديتورز المميزه جدا، وفي اوبشنز كتيره جدا قويه وممكن تستعمله في لانجويجز مختلفه. فبتكتب النت لست بتاعتك، وبعد كده تروح بقى في الايه، في الكوماند، في الكوماند لاين. سواء انت شغال بقى في اللينكس هتفتح تيرمينال، او لو انت حتى شغال على ويندوز ممكن تفتح كوماند برومبت وتروح تنده على السيميوليتر بتاعك. يعني ده مثلا ده مثال على اتش سبايس، وتدي له النت لست بتاعتك دي كده، الفايل اللي فيه النت لست، وبعدين تقول له انا عايز ارمي الاوتبوت على الفايل ده. فده كده الانبوت نت لست بتاعتك، ودي الريزلتس هتروح في الفايل ده. طبعا لو انت ما عملتش الجزء ده كده، ما كتبتش ان هو يرمي الاوتبوت في تكست فايل، هيعمل ايه؟ هيرمي لك كود الاوتبوت بتاعك في التيرمينال، فبالتالي هيكون طبعا صعب عليك انك تعمل له اناليسس، ومش هتعرف تعمل له سيفنج. فالاحسن دايما انك ترمي الاوتبوت بتاعك في تكست فايل، عشان لو عايز تشوفه بعد كده يبقى يفضل موجود معاك. لو عايز ترسم بقى جرافيكال ويف فورمز، فسينابسس عندهم تول اللي هي الويف فيور، بتندها بالكوماند ده WV، ودي معناها ان انت بتفضل في التيرمينال، يعني بينده على التول في الباك جراوند، وبعد كده يرجعك تاني للتيرمينال وانت عايز تكتب كوماندز تانية. طبعا الكلام ده بيفترض ان انت اصلا مسطب التولز بتاعت سينابسس عندك، عندك الاتش سبايس وعندك الويف فيور دول انستولد عندك، ومتحطين على الباث فاريبل بتاعك، عشان لما تنده عليهم باسمهم يقول لك كده ايه، يقول لك كده على طول. فطبعا ده بيفترض ان هم موجودين. لو انت ما عندكش بقى التولز دي، زي ما قلت هتروح تستعمل بقى اي تول تانية زي ال تي سبايس وزي بي سبايس، دول موجودين على ويندوز، وتفتح بقى اليوزر جايد بتاعهم، هتلاقي طبعا الانستراكشنز واضحه ازاي تنده عليهم، سواء بقى عن طريق الجي او اي او عن طريق الايه، او عن طريق الكوماند لاين. زي ما قلنا مع بعض قبل كده بقى، ان سبايس ازاي بيعرف نوع الاليمنت اللي انت عايزه، عن طريق اول حرف في السطر. اول حرف في السطر ده هو اللي بيميز نوع الاليمنت. فدي بعض الاليمنتس اللي احنا بنستعملها كومنلي معاك، الار ده الريزيستور، السي الكاباستور، ال الاندكتور، الكي لو انت عايز تعمل ميوتشوال اندكتنس، عايز تعمل اندكتيف كابلنج يعني، الفي ده الاندبندنت فولتج سورس، الاي اندبندنت كارنت سورس، الام مصفت، الدي ده الدايود، الكيو ده البي جي تي بايبولار جانكشن ترانزستور، الدبليو لو انت عايز تعمل لاسي ترانسميشن لاين، السب سيركت دي كانك بتعمل كده زي في البروجرامنج لما بنعمل موديول وسب موديول، او فانكشن تنده على فانكشن، او نعمل اوبجكت والكلام ده كله نفس الفكره برضه، تعمل ستراكشر هي نفس الفكره برضه. السب سيركت دي ممكن تعملها بقى تنده عليها كذا مره، وكل مره تبصي لها بارامترز ايه، بارامترز مختلفه، فده بيسهل عليك انك تعمل دوائر كبيره، بتعملها انستانشيشن بالرمز اللي اسمه اكس. بعد كده عندك هنا بقى دي الايه، دي ديبندنت سورسز بانواعها الاربعه، سواء بقى هي فولتج كنترول او كارنت كنترول، سواء هي بتخرج فولتج او بتخرج كارنت. اكتر سورس طبعا هنستعمله في الايه، في السيميليشنز بتاعتنا، هو الاندبندنت فولتج سورس، دي اكتر حاجه هنستعملها. وطبعا اكتر اليمنت هنستعمله هو مين، هو المصفت طبعا بلا شك، وكمان معانا ممكن احيانا نحتاج ان احنا نستعمل كاباسيتورز ونستعمل ريزيستورز. لو بصينا كده على الاندبندنت فولتج سورس، ازاي ان احنا بنخرج الفولتج بتاعنا، عندك طبعا كذا نوع من انواع الفولتج. هتحتاج دي سي سورس، ده هيكون هو الفي دي بتاعك، فبيعرف منين ان ده دي سي سورس؟ باي ديفولت في الحقيقه هو بيكون دي سي سورس، فانت بتقول له انا عايز هنا حرف الفي. طبعا خد بالك ان سبايس ما هواش كيس سنسيتيف، سبايس مش كيس سنسيتيف، لكن بعض السيميليتورز الثانيه بقى اللي هي يعني بيزد على سبايس او انسبايرد بسبايس ممكن تكون كيس سنسيتيف، زي سبكتر مثلا، فسبكتر اللي هو بتاع كيدنس ده كيس سنسيتيف. المهم ان هو الفي اول حرف هنا قال له على طول ان ده فولتج سورس، زي ما اتفقنا بعد كده اكتب اللي انت عايزه، كل ده ملوش ايه، ملوش اي تاثير. بعد كده دي النودز بتاعتك، خد بالك ان انت ممكن تستعمل نود هي اسم السورس، مفيش مشكله، دي نود ودي سورس، هو بيفرق ما بينهم ان اول كلمه في السطر ده اسم الايه، اسم السورس، بعد كده دي اسماء النودز بقى. فالفي دي واصل ما بين نود اسمها في دي ونود اسمها جراوند، ودي القيمه بتاعته بقى، يبقى ده عباره عن دي سي سورس، القيمه بتاعته ب 2.5 فولتس. ممكن احط ايه كمان، ممكن احط حاجه اسمها بي دبليو ال. يعني ايه بي دبليو ال؟ يعني بيس وايز لينير. يعني ايه بيس وايز لينير؟ يعني هو حاجه مش لينير، بس هو مكون من بيسز، كل بيس اقدر اقول ان هي ايه، لينير على حدها. فانا عندي هنا ويف فورم، البيس دي عباره عن لينير، البيس دي لينير، البيس دي لينير، البيس دي لينير، فاوفر اول عندي نون لينير ويف فورم، بس كل بيس لوحدها بيس وايز يعني اقدر اقول ان هي لينير، فده بنسميه بيس وايز لينير سورس. طب ده هنستعمله في ايه؟ ده في الحقيقه ده اللي هنستعمله عشان لو انا عايز اجنريت ايه، اجنريت فالسز مثلا، ممكن اجنريتها عن طريق البيس وايز ايه لينير سورس، او ممكن استعمل بقى الفالس سورس.
ممكن تستعمل دي وممكن تستعمل دي. ففي البيس وايز دي السورس بتحط له ايه، برضو هحط حرف الفي في الاول، اكيد تسميه اي اسم انت عايزه. دي اسماء النودز، برضو اسماء النودز اربيتراري باستثناء الجراوند. الجراوند هي الحاجه الوحيده اللي انت لازم تحطها، لكن اي نود تانية انت بتختار الاسم زي ما انت عايز. بعد كده بقى بقول ان انا نوع السورس اللي عايزه بي دبليو ال بيس وايز لينير. لو انا ما حطيتش نوع السورس باي ديفولت زي ما اتفقنا، هيفترض ان انت عايز تعمل ايه، عايز تعمل دي سي سورس. وهبدا احط له ايه بقى، كل نقطه على الكيرف بتاعنا ده يا جماعه مكونة من ايه، مكونة من خد بالك طبعا ان ده الـ x axis ده هو التايم، والـ y axis ده هو الفولت بتاعي اللي انا عايز اخرجه. فكل نقطة هنا مكونة من تايم، مثلا ده تي 0 و v 0، يعني عن تايم 0 عايز اخرج v 0، وعن تايم 1 عايز اخرج v 1، وعند تايم 2 انا عايز اخرج v 2، وهكذا. فهو ده اللي انت بتديه له بالظبط، بتديه له البيرز بتاعتك دي، كل تايم عايز عنده فولت بيساوي ايه، بيساوي كام. فهنا انا بقول له ان عند هو تايم 0 بيكو سكند عايز فولت بيساوي 0، عند تايم 100 بيكو سكند عايز برضه فولت بيساوي 0، عند تايم 150 بيكو سكند عايز فولت بيساوي 1، وعند تايم 1 نانو سكند عايز فولت بيساوي 1. لو جينا رسمنا البيس وايز لينير ويف فورم دي كده، هتلاقي ان انت اهو عند تايم 0، تعال نرسمها فوق كده، اهو عند تايم 0 انا مخرج 0، عند تايم 100 برضه مخرج 0، 150 قمت مخرج 1. هو بيوصل بقى ان هو هيوصل النقط دي ببعض، فده كانه تايم 100 وده كانه تايم 150، وبعد كده عن تايم 1 نانو سكند هيفضل بواحد. تايم 1 نانو سكند بعيد قوي ان هو مثلا هيفضل بواحد، يبقى دي كده عباره عن ايه، عباره عن ستيب، انا مدخل انبوت ستيب. ممكن برضو نستعمل pulsed source. ده pulsed source بيخرج pulses او بيخرج ممكن تقول ان هي clock signals. فهنا اهو ده اسمه، وزي ما قلنا الاسم ده arbitrary باستثناء اول حرف. بعد كده دي النودز بتاعته بين نود clock ونود اسمها ground. هنا بقى النوع بتاعه قلت له ان نوعه pulse. يبقى أنا عندي هنا عرفنا تلات أنواع، دي سي لو ما قلتش أي حاجة، piecewise linear لو أنا قلت له إن هو PWL، وبالس لو أنا قلت له إن هو إيه، إن هو بالس. أكيد أبدأ أحط له بقى شوية parameters بتاعت البالس. إيه الparameters بتاعت البالس؟ هي parameters اللي إحنا شايفينها دي كده أهو. بديله الفولت الأولاني والفولت التاني والديلي تايم، طبعا الفولت الأولاني اللي هو ده، الفولت التاني اللي هو ده، الديلي تايم اللي هو التايم اللي بيسيبه في الأول قبل ما يبدأ يعمل التغييرات بتاعته، بعد كده TR اللي هو الرايز تايم، وTF اللي هو الفول تايم، PW ده اللي هو البالس ويدز، والـ PAR اللي هي البريود بتاعتي اللي هيبدأ بعدها يكرر ايه، يكرر الويف فورم. خد بالك ان البريود هي دي وهي برضو ايه، وهي برضو دي، ما فيش فرق، هي دي او هي دي البريود بتاعتي. برضو ممكن عن طريق البالس سورس ده اخرج ستيب واحدة بس، عن طريق انك تحط الـ PW رقم كبير قوي والبريود رقم كبير قوي، فاسينشالي كده هيبقى عندك ايه، هيبقى عندك سينجل ستيب لو انت عايز تجيب الـ step response. هتلاحظ هنا برضو كام حاجة، واحنا بنكتب التايم هنا استعملنا البي، والبي طبعا دي معناها ان ده بيكو، واستعملنا الاس اللي هي السكند. الوحدة اللي هي سواء بقى سكند او فولت او اي حاجة من الحاجات دي، دي سبايس بيتجاهلها تماما، يعني انت تحطها ما تحطهاش ما تفرقش معايا، انت بس بتحطها عشان تساعدك في الريدابيليتي، عشان ما تتلخبطش هو ده الفولت ولا ده هو التايم، فبتحطها عشان تساعدك. لكن طبعا هي ملهاش ايه، ملهاش اي تأثير على النت ليست بتاعتك او على السيميليشن ريزلتس. ممكن طبعا تستعمل بقى اللي هي البيكو والنانو والحاجات دي كلها، دي بنسميها البريفكسز. فعندك البريفكسز دي كلها موجوده في سبايس. قعد اكثر الاخطاء شيوعا في الحقيقه هو ايه، هو ان الناس تيجي تكتب كده مثلا عايز مقاومه 1 ميجا اوم في معامل 1 ام كابيتال، ويفتكر ان دي كده 1 ميجا اوم. للاسف الشديد سبايس هيتعامل مع دي بالظبط ان هي عباره عن 1 ملي ايه، ملي اوم. طبعا فرق مهول ما بين 1 ميجا اوم و1 ملي اوم، هيطلع لك ريزلتس ملهاش اي معنى، وتقعد تلف حوالين نفسك في الاخر تكتشف ان انت حطيت ايه، حطيت ام كابيتال، وسبايس ما هواش كيس سنسيتيف فتعامل معاها كانها ام سمول. اللي بيفهم الام كابيتال دي مين، سبكتر. سبكتر عشان هو كيس سنسيتيف بيفهم ان الام سمول دي ملي، والام كابيتال دي ايه، والام كابيتال دي ميجا. طب سبايس بيفرق بينهم ازاي، بيخلي الام سمول دي للملي، والام وبدل بقى الام كابيتال بيدي للميجا رمز تاني اللي هو الايه، اللي هو الاكس. فدي الملاحظة المهمة اللي انت لازم تاخد بالك منها. لو انا عايز اكتب مثلا 100 فيمتو فراد كاباستور، اقدر اكتبه بطرق كتيرة. اقدر اكتب زي ما قلنا اليونت اللي هي الفراد وسبايس هيتجعلها، اقدر اكتب من غير اليونت، اقدر استعمل ايه الاكسبوننت بالشكل ده، كل الحاجات دي ايكويفالنت لايه، ايكويفالنت لبعض. احد الاسباب بقى اللي خلت سبايس تول ناجحه جدا ولقت انتشار واسع جدا، ان هو كان اليوزج موديل بتاعه سهل قوي، كان استعماله سهل قوي. ليه كان استعماله سهل؟ لان في الحقيقه سبايس ما كانش بيطلب من اليوزر ان هو يدخل الموديل بتاع الديفايس، كل المودلز كانت بيلت ان جوه السيميليتور بعكس السيميليتورز اللي قبل سبايس. يعني ايه الموديل بتاع الديفايس؟ لو خدنا مثال مثلا على المصفت بتاعنا اللي احنا شغالين عليه من اول ما بدانا، احنا خدنا حاجه اسمها الليفل 1 موديل بتاع المصفت اللي هو الفيري سمبليفايد لونج تشانل موديل.
اللي هو بنسميه شاكليز موديل او السكوير لو. الموديل بتاعنا اللي احنا خدناه كان بيقول لك ان الكارنت بتاعك هقسمه لثري ريجنز، الكاتوف واللينير والايه والساتوريشن. لو كاتوف كنا بنقول ان الكارنت بصفر، لو في اللينير كان الكارنت بتاعك بيعتمد على الفي جي اس وبيعتمد كمان على الفي دي اس. طبعا اللينير دي اللي احنا قلنا التسميه الادق ليها هي الايه، هي التريود. في الساتوريشن بقى كان الكارنت بتاعك بيعتمد على الفي جي اس بس، اهو بيعتمد على الفي جي اس ماينس الفي ثريشولد تربيع. طبعا ده كده اللي هو الفي اوفر درايف، وادي التربيع بتاع السكوير لو. وعندك سام ديبندنس على الفي دي اس نتيجه للشانل لينث موديوليشن اللي احنا بنعمل لها كاركترايزيشن بالبارامتر اللي اسمه ايه، بالبارامتر اللي اسمه لامدا. ده في الحقيقة هو أبسط موديل للمفرد، عشان كده بنسميه level one model. الحلو بقى في سبايس هو ايه، ان هو مش بيطلب منك انك تدخل الايكويشنز دي. قبل السيمتريز، قبل سبايس كان اليوزر هو اللي مسؤول ان هو يدخل الايكويشنز اللي بتوصف الديفايس بتاعه. طبعا دي حاجه سخيفه جدا، وبتفترض ان اليوزر ده راجل فاهم اصلا كويس في الديفايسز وبيعرف يطلع البارامترز دي والحاجات دي كلها. فده كان بيعمل ايه، بيعمل يعني صعوبه على اليوزر ان هو يستعمل التول. طبعا لو انت بقى بتقول ان التولز دي كانت مكتوبه زمان بقى بالفورتران، وانك تدخل الموديل برده كان حاجه صعبه جدا، محتاجه تغير في الكود نفسه بتاع الايه بتاع التول، فده كان بيصعب الموضوع اكتر واكتر. سبايس بقى بيعمل حاجه لطيفه جدا، ان كل المودلز بيلت ان جوه سبايس نفسه. طب انت كيوزر بقى ايه اللي انت بتدخله؟ طبعا بقيه الموديل بتاعي الفي ثريشولد، طبعا بادي افكت كانت موجوده في ليفل 1 موديل دي كده بادي افكت، وطبعا حساب الكاباستور زي ما خدناها ايه، زي ما خدناها مع بعض دي جانكشن كاباستورز. ده كان جريدينج كوفيشنت، الاريا بتاعت السورس في الجانكشن كاباستنس في اليونت اريا، والبريمتر بتاع السورس في سايد وول كاباستنس بير يونت لينث. انت بقى كيوزر بتعمل ايه في الموضوع؟ بتدخل البارامترز مش بتدخل الايكويشنز. يعني ايه؟ يعني الايكويشنز دي فيها حاجتين، فيها التيرمينال فولتج بتاعتك، يعني عندي كارنت وعندي هنا الفي جي اس وعندي الفي دي اس وعندي الفي تي. الحاجات دي مين اللي لا مش الفي تي بقى، الفي جي اس والايه والفي دي اس، بلاش الايه بلاش الفي تي، الفي تي ده حاجه تانية، ده بارامتر. مين اللي بيحسب الفي جي اس والفي دي اس؟ ده السيميوليتر لما بيحل الدايره بيحسب الفولتجز دي. طيب امال انت بتدخل ايه بقى؟ انت بتدخل قيم البارامترز زي اللامدا بكام والكي بي ده بكام اللي هو الميو سي اوكس على 2 او ميو سي اوكس بس، والدبليو بكام والال بكام والفي ثريشولد بكام والفاي بكام والام جي ده بكام. دي البارامترز اللي انت بتدخلها. طب بتدخل البارامترز دي ازاي؟ برضو بتدخلها في صوره تكست فايل. بتجيب تكست فايل كده بنسميه الموديل فايل. الموديل فايل ده بيبدا بالامر اللي اسمه دوت موديل. دوت موديل معناها ان انا هوصف موديل هنا. على فكره اصلا انت ممكن تحط برضو الموديل فايل ده كده جوه نفس الفايل بتاع النت ليست، ما تفرقش اي حاجه، بس طبعا الناس بتحب النظام اكتر شويه فبيحبوا يحطوا الموديل فايل لوحده ويحطوا النت ليست في فايل تاني، باعتبار ان الموديل ده هستعمله في كذا ايه، هستعمله في كذا نت ليست. فبتقول له امر دوت موديل، بعد كده تقول له ايه نوع الكومبوننت انت عايز توصفه. فبتقول له انا عايز اوصف ان موس، بعد كده بتدي اسم للموديل بتاعك. هنا مسمي الموديل ان موس، الاسم ده اربيتراري، انت اللي ايه انت اللي بتختاره، سواء اختار اسم زي الايه زي اسم الديفايس بالظبط. بعد كده بتقول له بقى ايه الليفل بتاع الايكويشنز. يعني ايه الليفل بتاع الايكويشنز؟ مش احنا قلنا ليفل 1؟ ليفل 1 ده مجرد ايه، ده مجرد اسهل ليفل زي ما قلنا بوصف بيه المصفت. بعد كده طبعا كل شويه بدا ان هم يدخلوا مور امبرفكشنز موجوده في المصفت، يدخلوها في الايه، يدخلوها في الموديل بتاع الديفايس زي ما احنا خدنا مع بعض كده الفيلوسيتي ساتوريشن والموبيليتي ديجريديشن والحاجات دي كلها، بدأوا يدخلوها في الديفايس. فبدات الايكويشنز ايه تتوحش وتكبر وتبقى ايكويشنز ايه معقده اكتر. فانت بتختار انت عايز انهي سيت اوف ايكويشنز عن طريق بارامتر اللي اسمه ليفل. لما تقول له ليفل 1 يبقى انت عايز تختار الايكويشنز اللي مكتوبه قدامكم على السلايد. بعد كده تدخل بقى البارامترز بتاعتك، تدخل التي اكس وتدخل الفي تي نود. وبالحقيقه عشان ايه نقول برده كلام مظبوط، فالفي تي ده هو اللي بيحسبه مش انت اللي بتدخله. انت بتدخل مين؟ بتدخل الفي تي زيرو. ده الفي تي زيرو ده اللي هو ايه، ده الثريشولد فولتج ات زيرو بايس، ات زيرو سورس بادي بايس. اما الفي ثريشولد نفسه اللي موجود في الايكويشنز فهو اللي ايه، فهو اللي بيحسبه. في الحقيقه الحاجات اللي بالكابيتال بقى هو انت اللي بتدخلها، يعني كل الحاجات اللي بالكابيتال دي انت اللي بتدخلها، والحاجات اللي هي بسمول سبسكريبتس دي كده دي هو اللي ايه، دي هو اللي بيحسبها. فمهم انت بتدخل له البارامترز دي كلها، وانت اللي بتختار بقى انت عايز توصف الديفايس بتاعك ازاي. يعني مثلا انا اخترت ان اللامدا مثلا بتساوي زيرو، ده معناه ان انا عايز الغي الشانل لينث موديوليشن فور اكزامبل. عايز اشوف الديفايس هيشتغل ازاي لو ما كانش فيه شانل لينث موديوليشن. هتقولي طب برضو انا مش فاهم البارامترز دي انا بجيبها منين؟ في الحقيقه البارامترز دي مش انت اللي بتجيبها، اللي بيطلع البارامترز دي هو الفاب، الفاب اللي هو الفابريكيشن فاسيليتي، المصنع يعني الفاوندري اللي بيصنع الاي سيز،
بيعمل ايه المصنع ده؟ بيروح يصنع الترانزستورز، وبعد ما يصنعها يروح يرسم الكاركترستكس بتاعتها، يرسم مثلا الاي درين فيرسس الفي جي اس والاي درين فيرسس الفي دي اس، يرسم الحاجات دي كلها، وبعد كده يقوم بعمليه كيرف فيتنج، يقوم بعمليه كيرف فيتنج عشان يطلع انهي سيت اوف بارامترز بتخلي الريزلتس اللي جايه من الايكويشنز تبقى اقرب ما يكون للريزلتس اللي هو بيقيسها في الايه، الريزلتس اللي هو بيقيسها في المعمل. وصل الموضوع ده، ده بنسميه عمليه البارامتر اكستراكشن. عمل عمليه البارامتر اكستراكشن دي، يروح يحط البارامترز دي بقى جوه فايل، ويديك الفايل ده يقول لك اتفضل ده الموديل فايل بتاعي، سيميليت الدايره بتاعتك، ولما نصنع الدايره هتلاقي الايه، هتلاقي اللي طالع عندك بعد الفابريكيشن زي اللي انت كنت شايفه عند الايه، عند السيميليشن. طبعا لما تاخد بقى في اعتبارك كمان موضوع الفاريشنز والايه والمسماتش والحاجات دي كلها، هو كمان بيكاركترايز الكلام ده كله وبيديهولك، بيقول لك الفاريشنز قد ايه ويديها لك في الفايل، يقول لك المسماتش قد ايه ويديهولك في الفايل. طبعا بقى موضوع الموديلنج بقى، ان انا اجيب الايكويشنز اللي بتوصف البيهافير بتاع الديفايس ده، برضو علم تاني في ناس شغاله فيه بنسميه الديفايس موديلنج. احنا قلنا هو في علم اسمه بارامتر اكستراكشن، في علم اسمه الديفايس موديلنج. الديفايس موديلنج ده برضو خلى المصفت مودلز تمر باجيال كتير، يعني بعد ليفل 1 كان في حاجه اسمها ليفل 2، بعد ليفل 2 كان في ليفل 3، وبعدين كان في حاجه اسمها بيسم، وبيسم بقى هو ده اللي خد شهره عاليه جدا، وبقى احد الاندستري ستاندرد مودلز. ايه بيسم ده؟ بيسم ده اختصار بيركلي شورت شانل انسيوليتد جيت فيت موديل. احنا كنا لسه بنجيب سيره بيركلي من شويه، قلنا ان هم اللي عملوا سبايس، وبعدين نجيب سيرتهم تاني اهو، هم اللي عملوا البيسم ايه، هم اللي عملوا بيسم موديل. يطلع ايه الاي جي فيت ده؟ هو ده المصفت، بس كانوا يعني بيسموه كده اسم تاني، insulated gate fit، هو المصفت بالظبط، لان الجيت بتاعتنا عباره عن ايه، عباره عن insulator، انت داخل على اوكسايد. فالبيسم موديل برضو مر باجيال، كان في بيسم، بعد كده بيسم 2، وبعد كده بقى في بيسم 3 في التسعينات، وبيسم 3 بقى هو اللي خد اعلى شهره في الحقيقه، وهو اللي خلى بيسم مشهور، وهو ده اللي خلى بيسم اندستري ستاندرد موديل، ان هو كان فيه ميزات كتيره جدا بقى مناسبه لي. يعني خد بالك ان الموديل انا عايز منه كذا حاجه، انا عايز يوصف الديفايس بدقه، يبقى عمليه البارامتر اكستراكشن عمليه سهله، وان هو يخلي السيميليتر اللي هو بيحل الايكويشنز برضو يكونفرج في الاخر، يوصل للحل. ان بعض المودلز بيكون فيها مشاكل، السيميليتر هو بيحل بيدايفرج، بدل ما يقرب من الحل بيبعد عن الايه، بيبعد عن الحل. فبيسم في الحقيقه كان موديل ممتاز جدا، فبقى هو الاندستري ستاندرد موديل لحد تقريبا 180 نانومتر تكنولوجي. وبعد كده بقى في فيرجن منه تانية اللي هي بيسم 4، وبيسم 4 دي قعدت مكمله لحد قرب سنه 2010، لحد لما وصلنا يمكن للايه، لل 65 نانومتر نود. وبعدها بيسم 5 ده يعني ما كنت بلوش ان هو ينتشر قوي. وبعد كده كان في بيسم 6 بقى، بيسم 6 ده هو اللي بيوصف بقى الحاجات اللي تحت ال 45 نانومتر. كل دي عباره عن ايه، بنسميها بالك مودلز في الحقيقه، كل دي بنسميها كونفنشنال بالك موسفيت، اللي بتتعامل مع الموسفيت العادي. بعد كده بقى زي ما احنا عارفين بقى في الايه، بقى في الفين فيت، فالفين فيت عملوا له موديل مختلف خالص، اسمه ايه، اسمه المالتي جيت موسفيت موديل. فعندنا هنا بيسم كومن جيت، وفي بيسم انسيوليتد جيت. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عندنا في الفين فيت بتاعنا ده، انا ممكن اشيل الحته اللي في النص دي مثلا كده اهو، واحط مكانها انسيوليتر، كده هيبقى عندي ايه، كده هيبقى عندي جيت على الشمال، وجيت على ايه، وجيت على اليمين. دي كده بنسميها مالتي جيت. عموما انا عندي مالتي جيت في الفين فيت في الحقيقه، انا عندي 3 جيتس، جيت شمال ويمين وفوق. لو الجيتس دي كلها واصله ببعض فده بنسميه كومن مالتي جيت، يعني عندي مالتي جيت بس كلهم واصلين ببعض. لو الجيتس دي مش واصله ببعض بنسميه انسيوليتد مالتي جيت. والانسيوليتد مالتي جيت ده ممكن تكون جيت من اليمين وجيت من الشمال، او ممكن تكون زي اللي احنا شايفينه ده كده، جيت من فوق هنا وجيت من تحت. اللي تحت دي بنسميها الباك ايه، بنسميها الباك جيت. فدي مودلز بتوصف اي حاجه بقى يكون عندي فيها مالتي ايه، يكون عندي فيها مالتي جيت. وعندي برضو بالنسبه للاس او اي تكنولوجي، عندي مودل خاص بالاس او اي اسمه بيسم اس او اي. البيسم مودل طبعا دي معقده جدا، يعني عشان تكتب بس الايكويشنز عايز لك عشرات الصفحات، وعشان تشرح المودل بقى انت عايز لك كتب. طبعا دي كلها اعمار ناس، يعني ناس قعدوا فيها عملوا فيها بي اتش ديز وماسترز وكتب بتتالف. موضوع الديفايس موديلنج زي ما بقول ده ايه، بحر. وهتلاقوا في الليكشر دي كده بعد ثانك يو في اخر السلايدز، في برضو شويه تفاصيل اكتر عن الايه، عن الديفرنت جنريشنز بتاعه الايه، المصفت مودلز.
طب احنا بالنسبه لنا بقى في السيميوليتر بنعمل ايه؟ احنا بناخد الموديل ده بنسميه موديل كارد عشان هو كان برضو كارت زمان، او الموديل فايل عشان هو عباره عن تكست فايل، بتاخده من الفاب بتنده عليه عندك في النت ليست بتاعتك، بتشاور عليه وتقول انا عايز استعمل الموديل فايل ده، وخلص الموضوع بالنسبه لك على كده. المفروض ان انت ما تلعبش في البارامترز دي، يعني الموديل بارامترز دي الفاب هو اللي بيختارها، مش انت اللي بتقعد تلعب بيه، مش انت اللي بتقعد تلعب فيها. انت بتعمل ايه؟ انت بس بتكرييت النت ليست. انت بالنسبه لك بقى ايه اللي بتعمله؟ انت ببساطه بتعمل انستانشيشن للمصفى ده عندك في النت ليست زي ما قلت، عشان تقول له بقى ان انا عايز مصفى. بتبدا بحرف الايه، بتبدا بحرف الام، تكتب اي اسم انت عايزه، بعد كده ترتب الجيتس بتاعتك بالترتيب ده، درين جيت سورس بادي. لو انت بتنسى او لو انا جيت رسمت الايه، رسمت الان موس بتاعي ده كده اهو، دي طبعا هي البادي تيرمينال، هبدا بالدرين اهو وهمشي عكس عقارب الساعة بالشكل ده اهو، درين وراها الجيت وراها السورس وراها الايه وراها البادي. وبعد كده بتختار بقى التايب، النوع، النوع ده اللي هو انت عايزه ان موس ولا عايزه في موس. بعد كده بتحط بقى الايه البارامترز اللي انت عايزها. خد بالك ان في بارامترز محطوطه في الموديل فايل زي ما اتفقنا، اللي هي بارامترز اللي زي اللامدا وزي الفي تي نود وزي الحاجات دي، دي المفروض ما بتتغيرش من ديفايس للتاني، لان في بارامترز تانيه هتتغير من ديفايس تاني، اللي هو الديزاينر هو اللي بيختارها بقى، اللي هي ايه، اللي هي التشانل ويدز والتشانل لينث، الاريا بتاعه السورس، الاريا بتاعه الدرين، البريمتر بتاع السورس، البريمتر بتاع الدرين. دي يوزر بارامترز الديزاينر هو اللي بيختارها، وهتختلف من ترانزستور للايه، تختلف من ترانزستور للتاني. لما تيجي بقى تختار الديفرنت بقى بيسم مودلز، لازم تفتح المانيوال بتاع السيميليتر بتاعك وتشوف ده بيكورسبوند الليفل ايه. ده مش ستاندرد في الحقيقه، كل سيميليتر بيديفاين الليفل بارامتر ده بطريقه مختلفه عن التاني. يعني مثلا بالنسبه لاتش سبايس، لو انت عايز تستعمل مثلا بيسم فيرجن 1، لازم تروح تقول له ان انا عايز اشتغل ليفل 13، تكتب له كده ليفل ايكوال ايه، ليفل ايكوال 13. لو عايز تشتغل بيسم 4 تقول له ليفل ايكوال 54 وهكذا. لو رحت بقى سبيكتر هتلاقي لا الموضوع مختلف شويه، لو رحت الالدو هتلاقي برضو الموضوع ايه، هتلاقي الموضوع مختلف. الاريا بتاعت السورس والاريا بتاعت الدرين والبريمتر بتاع السورس والبريمتر بتاع الدرين، هي دي البارامترز اللي بتحدد البارازيتيك كاباسيتنس بتاعت المصفت. فلو انت ما حطيتهمش صح او لو هو ما حسبهمش صح، هيطلع لك بارازيتيك كاباسيتنس غلط، وبالتالي هيطلع برضو الدري ميجرمنت بتاعتك غلط. لان احنا عارفين طبعا ان الدري بتاعنا بيكون مكون من جزئين، جزء البارازيتيك ديلي وجزء الايفورت ايه، وجزء بتاع الايفورت ديلي. ف اتش سبايس بقى بيعمل ايه؟ اتش سبايس بيديك بارامتر اسمه الاي سي ام، اللي هو الاريا كالكوليشن موديل بارامتر. البارامتر ده هو اللي بيتحكم بقى، هو هيحسب الايه الاريا درين والاريا سورس والبريمتر درين وسورس ازاي. باي ديفولت البارامتر ده بتكون القيمه بتاعته بتساوي صفر، معنى ان الاي سي ام بيساوي صفر معناها ان ديزاينر هو اللي لازم يسبيسيفاي كل البارامترز دي بايديه، هو اللي يحطها بايديه، وهنشوف ازاي نحطها مع بعض في السلايد الجايه. لو الاي سي ام بقى ده ليه قيمه غير الايه غير الزيرو، لو انت حطيته في 1 او 2 او 3 او 12، كل رقم من دول بيخلي اتش سبايس يكالكوليت البارامترز دي بطريقه ما بايكويشنز موجوده جوه ايه جوه اتش سبايس. فلازم تروح بقى تبص على الدوكيومنتيشن بتاع اتش سبايس وتشوف برضو الموديل فايل بتاعك هو مستعمل ايه ومستعمل انهي طريقه، عشان يطلع لك ريزلتس كونسيستنت وتكون زي اللي انت المفروض هتشوفه كمان بعد ما ترسم اللاي اوت وتعمل الايه وتعمل عمليه الاكستراكشن. فلو جينا بقى عايزين ندخل الحاجات دي بايدينا هندخلها ازاي؟ طبعا انا عندي كذا نوع من انواع الديفيوجن. الترانزستور بتاعنا زي ما احنا عارفين هو عباره عن تقاطع البولي مع الديفيوجن. لو انا عايز الاريا، فانا عايز في الحقيقه الاريا دي كده اهو، دي كده عباره عن ايزوليتد وكونتاكتد ديفيوجن. برضو عندي هنا تو ايزوليتد وكونتاكتد ديفيوجنز. اللينث بتاع الديفيوجن اريا لو احنا استعملنا اللامدا بيست ديزاين رولز هيساوي 5 لامدا. ممكن يبقى عندي هنا شيلد ديفيوجن زي الكيس دي، وممكن يبقى عندي ميرج ديفيوجن زي الكيس دي. لو انا عايز احسب مثلا الاريا بتاعت سورس 1، الاريا بتاعت سورس 1 اللي هي هنا دي اهو اي اس 1، الاريا عباره عن ايه؟ طبعا ده هو الويدز بتاع ديفايس، وزي ما احنا قلنا بقى اللينث بتاع الديفيوجن ده بيساوي كام؟ بيساوي 5 لامدا. هو هنا هيضرب الويدز في ايه؟ في 5، واللامدا ده بارامتر هو هيضرب فيه كل حاجه بعد كده عن طريق امر من اوامر اتش سبايس هنقولها كمان شويه صغيرين. لو بصينا على مثلا الايزوليتد ديفيوجن اللي موجوده هنا اللي هي الدرين 1، اهو لو بصينا على درين 1 هنا اهو، هنلاقي برضو اريا درين 1 عباره عن برضو عن دبليو في ايه؟ عباره برضو عن دبليو في 5. لو رحنا مثلا للميرج ديفيوجن هو هنا اهو كده اهو، الميرج ديفيوجن ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن درين 1 وعباره عن سورس 2. هتلاقي اهو ان اريا درين 1
واريا سورس 2 بدل ما بيضرب فيه 5 ضرب هنا في 1.5 بس، نتيجه لان الديفيوجن دي هيبقى اللينس بتاعها ايه، هيبقى اللينس بتاعها اصغر. طبعا ممكن واحد يقول لي بس اللينس بتاع الديفيوجن هنا ب 3، ليه هو حطه 1.5؟ لان في الحقيقه هو خد نص الاريا دي اكن هي تبع الايه، اكن هي تبع الدرين ده، وخد نص الاريا الثانيه اكن هي تبع الايه، تبع السورس ده، فهيحط في كل واحد منهم 1.5 ايه، في كل واحد هيحط 1.5 لامدا. لو عندك شيرد ديفيوجن بس كونتاكتد بالشكل ده هيبقى اللينس بتاعها 6 لامدا، برضه هتقسمها لنصين اكن نصها التحتاني تبع الايه، تبع الدرين بتاع الترانزستور الاولاني، ونصها الفوقاني تبع السورس بتاع الترانزستور الثاني. فهيبقى عندك هنا في اريا درين 1 واريا سورس 2 اللي هي دي كده، كل واحد مضروب في ايه، كل واحد مضروب في 3. هتستعمل بقى نفس الطريقه عشان تحسب الايه، عشان تحسب البارامترز. وطبعا انت ممكن تحط الويدز ده كبارامتر في النت ليست بتاعتك، هنشوف ازاي تعرف بارامترز، وبعد كده هو يحسب الايكويشنز دي بنفسه مهما الويدز ايه، مهما الويدز اتغير، يعني مش محتاج ان انت تقعد تعوض وتحسب الكلام ده بالارقام. بكده نكون وصلنا لنهاية الجزء ده في المحاضرة. إن شاء الله في الجزء الجاي بقى نشوف أمثلة تانية على سبايس نت ليست، وجاي نشوف نبص على سيميليشن ريزلتس. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.